aşkın olmasa döner miyim bir başıma? Aşkın olmasa an durur, zaman gelir. Aşkın olmasa güneş donar, ay söner. Aşkın olmasa ölüm gelir, alır gider. خسارتنا كبيرة، انقتلوا 60 واحد منا. كانوا بيعرفوا انه رح نهاجمون، على الأكيد في حدا خاين بيناتنا. الو، حضرة الخليفة عم يسأل، شو الوضع؟ سيدي في مجموعة كبيرة هاجمتنا. جهزوا السيارة رح نروح. حاضر.
في شي صار لازم لك يا ليلى. بخصوص صفية ما؟ ليكون صار لها شي؟ هي بخير هلا، بس نفدت من خطر كبير. شو الموضوع؟ اللي رجاء. كانت مفقودة من لما طلعت تتعشى مع مارتن. خطف الثعلب أندريه. هلأ وضعها منيح، بس عاطينا سم بخليها مشلولة. يا الله دخيلك. الدكاترة عم يحاولوا يخلصوها من هالسم، بإذن الله رح تتحسن على قريب. أنا بدي أشوف صفية فورا. وقفي صبري، منروح منشوفها مع بعض. أصحك تزعلي هلأ، لا تخليني أندم أني حكيت لك. أهلين وسهلين، تفضل. في شي خبر من المشفى عمران؟ هلأ حكيت مع جاهد، قال لي إنه عم تتحسن. جهزي حالك للروح. طيب دقيقة وبكون جاهزة. طيب وبوسات؟ أنا حكيت مع حسني، لساته بالعناية، بس صار وضعه مستقر. شكرا عمران. أنا جاهزة. قبل ما نروح لعند صفية، أنا حابب إني زور قبر أبي وأمي. بتحبي تجي معي؟ إيه أكيد بحب. بعتقد صفية بهذا المشفى. كيف بدنا نتأكد من يلي عم تقوله؟ هي اجت لهون من قبل، بعدين ولا مرة شفت مشفى محمي لهالدرجة. طيب رح خبر رجالي اللي جهزوا حاله. وقف، احكي مع رجالك بس لا تفوتوا لجوا قبل ما خبرك. شو السبب؟ بدي فوت لجوا واتأكد من الوضع. إذا صفية مو بهالمشفى ما في داعي للمخاطرة. طمنا، كيف وضعه لمريضنا؟ ما في أي شيء جديد، لساته مثل ما هو. إيه، لإمتى رح يضل بالعناية المشددة؟ لسه في خطر يتعرض لنزيف، نحن مضطرين نخليه بالعناية لفترة. تسمح لي شوفه؟ فيني أحكي معه دقيقة؟ رجاءً، بس دقيقة واحدة مو أكثر، لا تتعبوا بالحكي. ماشي، شكراً لك. خلاص اهدى يا ابو سعد، لا تتعب حالك. ما كنت ناوي خالف اوامر اخي، بس عديم الشرف استفزني. بس اللي حقي اللي عمل هالشي فيك؟
هو يا مار كلب من كلابه انه يهجم عليه. خلاص ماشي بوسات ماشي، حاول انك ترتاح، لا تشغل بالك ابدا، رح نلاقي حل عديم الشرف. المراية الصغيرة أبي عطاها لأمي لما طلب إيدها للزواج. أنتي أنا وأنا أنتي، حلوة كتير. أمي وأبي طول حياتهم ما افترقوا عن بعض أبدا. لما كنت أطلع على أمي كنت شوف أبي قدامي. ونفس الشيء لما كنت أطلع على أبي كنت شوف أمي قدامي. وإن شاء الله نحن منكون عائلة مثلهم. وإن شاء الله بكون زوجة لإلك مثل أمي. يعني وافقتي على طلبي؟ ليش شو طلبت مني؟ بتقبلي إنك تكوني أنا؟ أكيد. معناتها أهلين وسهلين أندري. أهلين فيك. بتمنى تكون درست عرضي وأخذت قرار بهالموضوع. أنا مستعد لأشتغل معك بس منترك الصداقة للزمن. موافق، واضح انك بتعطي اهمية كبيرة للصداقة يا اندري. كتير انقتل لي اصدقاء وهذا الشي خلاني ازعل. انا بتمنى انك ما عاد تعيش هالحزن بعد اليوم. شو الشغل يلي رح نشتغل فيه؟ مثل ما بتعرف نحن اثنين تعرضنا لخسارة بشغل الطاقة بسبب مراد على الأمدار، بس هلأ صار دور خسارة مراد. شو هي خطتك؟
مراد عالم دار عم يستعد مع الأستاذ مشان يقدر يفوت على مناقصة البترول، ونحن يلي رح نقطع طريقهم. أنت ما فيك تشارك بهالمناقصة لأنك بتملك مصفاية. يا ريتك ما قتلته لنائل، شو رح تعمل هلأ؟ أنت لا تشغل بالك، في حدا تاني رح يشارك بهالمناقصة. طالما هيك أنت شو بدك مني؟ بالحقيقة هذا الشخص بيمتلك كل الشروط للمناقصة، بس في مشكلة بدها حل، وهالمشكلة صغيرة. شو هي هالمشكلة؟ زلمتنا ما عنده الحماية اللازمة بالمنطقة، وهذا الشيء اللي بدي اياه منك. بدي اياك تحميه لحد يوم المناقصة. ماشي يا بنتي، اهدي امك منيحة. هلأ حكيت مع الدكتور، قال لي انها بخير، لا تشغلي بالك ابدا. يا الله شو يا سيد، يمكن نزل ضغطه. ساعدونا، جيبوا نقالة. وقع لحاله فجأة. حضرة الممرضة اغمي عليه. انت منيح يا عم؟ ارجعوا لورا لو سمحتوا، ارجعوا بخير. شو بو، ما حدا يوقف هون؟ طيب رح نرجع. انا شفته فجأة وقع قدامي. بعدوا من هون لو سمحتوا. يلا حطوا على النقالة. بعدوا لنا شوي يا جماعة، فوتوا على الإسعاف بسرعة. فعوا شوي شوي على مهلكم. يا الله يا الله، بسم الله. فحطوا على النقالة. انتبهوا شوي شوي، خذوا لجوا. لا حول الله. بسرعة بسرعة، ديروا بالكم شوي شوي. انتكم منيح؟ الله يشفي ويعافي. ضغطه نازل، اغمي عليه على باب المشفى. الحمد لله على السلامة. أنت منيح؟ شو اسمك؟ الظاهر ما بيحكي. في معك هوية؟ في إلك حدا لنخبره؟ حطي له سيروم، خليه هون ليتحسن ضغطه. أنا رح طل عليه بعد شوي، ديري بالك عليه. كل الأمور تمام، بس ما تطلع لنا شي مشكلة. لا تقلق، في سيارة جاية. وقف وقف، لوين؟ في معي متطوعين، اخذهم على المعسكر. خلينا نشوف. تفضل. تعرضنا لمداهمة امبارح، ما ضل اي شيء بالمعسكر. مين اللي عمله؟ عم يقولوا رجال مراد على مدار. وشو بدي ساوي بهالشباب؟ بعد 2 كيلومتر من هون بتوقف في مركز تجمع على ايدك اليسار، سلمهم لقلهم. طيب
زلنا بعتنا حدا معه. لا ما في داعي أبدا، هلأ في حاجز ثاني بيستلمه. ديروا بالكم. داهمتوا مكانهم بس فشلتوا. خلينا نقول انه سوء حظ وطلعت لكم مفاجأة بالمداهمة، بس هن كيف قدروا يداهموا المقر ببساطة؟ بعتكم تلتلوا رجال مراد على مدار مو لحتى تضحوا برجالنا، بس انتوا جبناء وفورا هربتوا منهم. انتوا ما بيصيروا تكونوا قياديين. يلعنكم فاشلين. حضرة الخليفة. خير. مقر القيادة الرئيسي بالشمال تشتت. أنا أعطيتهم الأوامر لينسحبوا من هنيك ليهدى الوضع. أنت أعطيت الأوامر لحتى ينسحبوا؟ انجبرنا يا حضرة الخليفة. أنا الخليفة وما حدا بيعطي أي أمر بدالي. نلغي أمر الانسحاب حضرة الخليفة؟ لا، هلأ هذا أفضل قرار. عم ينسحبوا للجنوب، الظاهر ضربتنا كسرت ظهر المتشددين. كيف صار هلأ؟ انتهى السيروم قبل شوي ورجع ضغطه لطبيعته. طيب خلينا نشوفه، بركي بحاجة لفحوصات تانية. لوين راح؟ الظاهر انه طلع من المشفى. حتى تطلع تارك مصاري. فكر انه رح ناخد منه. رح أعطيهم لمسكين تاني بتكون حسنة منه. يا أستاذ لحظة شوي، ما لازم يكون السيروم هيك. شكرا لك. العفو. هون بهالغرفة. صفية كيفك حبيبتي؟ أنا منيحة.
بتمنى ما تكوني قلقتي علي. كيف صرتي هلأ؟ قالت الدكتورة أني عم استجيب للعلاج. أنا رح أتعافى صفية. إيه طبعاً رح تتعافي، رح تتجاوزي المرض بسهولة. كتير خوفتين عليكي. خلص أنا صرت منيحة. قال لي الدكتور أنه من بكرة فيني أتمرن على المشي على رجلي. أخي ما عم أقدر أتذكر شي، مثل كأني كنت نايمة طول الوقت. فهمان عليكي، بس مثل ما بتتذكري إنه مارتن كان معك بالسيارة، ما هيك؟ إيه، بس ما بعرف شو صار بعدين. كأنه محولي ذاكرتي. بهالحالة فينا نفترض إنه مارتن انخطف معك أنت كمان. ليش لهلأ ما في أي خبر عنه؟ للأسف لا. ايه مارتن، مراد على مدار مشفى هلا، استنوا ليطلعوا بعدين بتداموا. لا ما في داعي نستنى ابنه، انا في عندي رجال بيكفوا. كل يلي بالمشفى رجال مراد. اذا بتحب انك تطلع عايش من المشفى بتساوي يلي بقوله. ايه ماشي، مثل ما عم تقول، رح استنى منك خبر. كتير انبسطت انه عم تستفيدي على العلاج. بتمنى كمان انه المشاكل التانية تنحل عن قريب. اخي وانتي تستاهلوا انكم تعيشوا بسعادة سوا. على الاغلب في امل كبير انه نعيش بسعادة. الف مبروك حبيبتي. كتير فرحت لك. بتشكرك كتير، عقبال عندك. امين. ايه كيفك؟ كيفه جاهد؟ ما فيني اتخيل قديش بيكون هلأ الآن عليك. أساساً الشي الوحيد اللي مقدر نساويه لبعض نقلق على بعض. كل شي رح ينتهي يا صفية، انتو بتستاهلوا تكونوا مبسوطين ورح تكونوا هيك، لا تاكلي هم. بتمنى ينتهي هالوجع. ورجيني خاتمك. شوفي. اللي عرفت شي؟ شو صار مع بوسات؟ بوسات هو وفى بالوعد اللي أعطاك إياه. ما كان بده يقرب منهم، بس هداك استفزه كتير. طيب انت عرفت مين بيكون؟ طبعا عرفت، بعتت خبر لرجال وهن توزعوا بكل مكان. وقبل شوي بعتولي اسمه العديم الشرف، اسمه تايفون، هو قاعد على كرسي بوسات، وزع رجاله على اماكن بوسات كمان. زلمت حقي؟ في احتمال كتير يكون هيك أخي. بتلاقي لي العديم الشرف وبتوقفه عن حده. طيب ماشي أخي. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك.
شو الوضع؟ رح تستنوا هون لتجي الأوامر من الخليفة. طيب. يلا انزلوا لنشوف يا شباب. شو رح نساوي هلا؟ وشو بيعرفني؟ تعالوا امشوا. صفية ما رح تسترجع ذاكرتها يا دكتورة. للأسف نحن ما قدرنا نحدد الشيء اللي أثر على ذاكرة الأنسة صفية، وما فينا نقول هلأ إذا رح ترجع ذاكرتها أو لا. طيب رح يكون في فايدة إذا حكينا بخصوص ليلة الحادثة؟ مثل ما قلت نحن مضطرين نجرب كل الحلول لحتى نعرف شو السبب الأساسي. فهمت عليك، شكرا لك. العفو. خبرتي رهف شي؟ لا لسه. يا قلبي رح تفرح كتير، بدها تلبس فستان عروس بعرسكن. اها ايه كتير حلو. وين رهف؟ ليش ما جبتيها معك؟ يا روحي كتير اشتقت لها. مراد ما حب انها تشوفك وانتي بهالحالة. شو القصة؟ ليش سكتوا؟ معناتها كنتوا عم تحكوا علي. لا ابدا، ليش لحتى نعمل هالشي؟ انا كتير اشتقت لرهف، ممكن تخليهم يجيبوها مشان تشوفها. طبعا يا حبيبتي مثل ما بدك. هلا بتصل بعمران وبخليه يجيبها. انا رح اترككم لحالكم مشان تكملوا حديثكم. ما في داعي، لانه نحن احاديثنا ما بتنتهي ابدا. ايه أساساً أنا رح أنظم لحفلة عرسكن، أنتوا ما رح تتدخلوا بشي. ألف مبروك أخي، بتمنى لكم السعادة طول عمركم. شكراً يا صفية. شو منعمل بهالمكان؟ بدي اياكم تنظفوه وترتبوه ورح يكون لقلنا. خلي الكل يعرفوا انه نحن فينا ناخد اي مكان. يلا نقلع على برا. انت تايفون؟ امرني. معناتها أنت. شو بدك؟ لا تحكم لك. معناتها أنت عديم الشرف يلي طعن بوسات وزدته قدام المشفى. تاريك ولد صغير وبدك ترباية. Oh!
بالأول بتفوت على المكان يلي هو مو لإلك، وبعدين بتغدر بصاحب المكان الحقيقي وبتطعنه بالسكين كمان. ما راح اسمح لك تغدر فيني مثل ما غدرت ببوسات. بس الظاهر انه انت شربان الغدر مع الحليب يلي رضعته. معقولة ما فكرت انه بوسات له اخوة بيفدوا بارواحهم؟ وشو ممكن انهم يساووا اذا شافوا اخوهم انطعن بسكين؟ لهيك اصحك تفكر مرة تانية. تجي لهون اصحاب السكينة مشان ما يضل لك حجة لتضلك هون أكتر. يلا بسرعة. وهلا امشي لنشوف منكمل حكينا بالطريق.